عقد وفد الاتحاد المغربي للشغل لقاء مع السيد رئيس الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي. وبالطبع من بين النقاط اللي طرحناها في جدول الأعمال الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية، وهذا المطلب يعتبر بالأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل. النقطة الثانية وهي تتعلق بالتخفيض الضريبي عن الأجور، نعتبر أن الضريبة المقتطعة عن الأجور هي عالية، وبالتالي إذا ما تم تخفيضها ستحسن الدخل. كذلك طرحنا المطلب ديال الزيادة في معاشات التقاعد، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي. طرحنا كذلك الحوارات، وهذه النقطة جد مهمة، فتح حوارات قطاعية وكذلك حوارات فئوية مع القطاعات والفئات المعنية. فزيادة على نقاط أخرى تتعلق بالحريات النقابية مثلا، فوجدنا من السيد رئيس الحكومة الأذان الصاغية ووعد بدراسة هذه المطالب على أن تكون اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل حول هذه المحاور، على الأمل أن نصل إلى اتفاق اجتماعي في الأفق 25 أبريل يتضمن مجموعة من المطالب ديالنا والنقاط التي ستستجيب لها الحكومة. بالطبع الحكومة طرحت القانون التنظيمي للإضراب، فنحن لسنا ضد، ولكن نريد قانون تنظيمي للإضراب يضمن هذا الحق الدستوري ويضمن الممارسة دياله وليس التكبيل دياله والتقنين دياله. كذلك طرحت الحكومة ما تسميه بالإشكالية ديال التقاعد وصناديق التقاعد، فالاجتماعات الموضوعاتية تبدأ إن شاء الله الأسبوع المقبل، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل سنحضر هذه الاجتماعات وسندافع بصرامة وبعصبية على الطبقة العاملة المغربية إن شاء الله من أجل تحسين أوضاعها المعيشية وظروف العمل ديالها. وشكرا.